إذن ينضم إلينا الآن في الأستوديو مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات السيد حسن سلمان لمزيد من التفاصيل. أرحب بك سيد حسن، وبداية نتحدث عن أستاذ حسن. الرقابة الدولية. إذن 715 مراقبا عربيا وأجنبيا وصلوا أو سيصلون إلى العراق في الأيام القليلة الباقية، هل هذا العدد هو الرقم الأخير أم نتوقع زيادة؟ بدءاً بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهدي قناة العراقية الكرام. بالنسبة للرقابة الدولية هي أحد المفاصل المهمة التي يبان من خلالها بيان فيما إذا كانت الانتخابات تجري وفق المعايير الدولية من عدمه، وأولة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا الجانب اهتمام كبير وأصدرت نظام خاص بهذا الجانب. بالنسبة للمراقبين الدوليين حقيقة أن هذا العدد هم لم يصلوا لحد الآن جميعهم، ولكن سجل هذا العدد، والعدد أيضا في تزايد مستمر حقيقة، يعني عدد ليس ثابت وعدد متحرك بشكل تصاعدي. أستاذ حسن، يعني في سؤال مشروع ربما من الشارع العراقي أو من الناخب العراقي على اعتباره هو المستفيد الأول من إجراء الانتخابات، ما هي عصا التوازن بين أن يكون هؤلاء المراقبين هم للمراقبة فقط وللمتابعة ومساعدة المفوضة، وبين أن يكون هناك تدخل من قبل هؤلاء المراقبين على نتائج الانتخابات وسيرورة الانتخابات بشكل عام؟ هو هناك مفهوم أكو خلط في مفهوم الإشراف والمراقبة حقيقة. يعني معظم الناس يعني خلينا نقول اللي عندهم حد أدنى من الفهم في هذا الموضوع، مع جل الاحترام لهذا الأمر، الإشراف غير المراقبة. الإشراف يعني تدخل في الجوانب الفنية التي تخص العملية الانتخابية، أما المراقبة فهو متابعة سير وتفاصيل العملية الانتخابية، وهناك ضوابط معينة في ممارسة هذا الدور أو هذا الأمر. على الفرق المراقبة أن تلتزم بقواعد معينة، قواعد سلوك، ولذلك كان ضمن معطيات أو ضمن الثوابت الأساسية بالنسبة للمراقب أنه لا يجوز له تقديم شكوى مثلا أو الإشارة إلى جوانب سلبية تحدث أثناء العملية الانتخابية، يكتفي فقط بتشخيص هذه الجوانب ومن ثم تقديم التقرير الكامل فيما بعد. فلذلك أنه هذا الأمر حقيقة لا يمثل يعني أي جانب من جوانب التدخل، وهذا الأمر يعني حقيقة ما يعني المراقب عندما يمارس دوره في المراقبة ليس له سوى مسألة المعاينة والتشخيص فقط. واضح. نعم. مبدئيا كيف وجد المراقبون التهيئة لهذه الانتخابات وليوم الاقتراع من مما عملته مفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ هو أيضا من الثوابت المهمة والتي يفترض أن تكون أنه على المفوضية، التزام المفوضية ببيان كل الاستعدادات وكل مفاصل العمل وإعطاء كل المعلومات عن العملية الانتخابية بالنسبة لفرق المراقبة، حتى تستطيع أن تحيط بالتفاصيل الفنية، وبالتالي ممكن أن تشخص الجوانب السلبية التي قد تعيق هذه الجوانب. فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعني ملتزمة في هذا الجانب في ميدان التعاطي مع فرق المراقبة وبيان المعلومات التي تخص. وهل من ملاحظات من قبل المراقبين على التهيئة اللوجستية أو الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ لحد الآن حقيقة وفي ضوء ما قدم من المؤسسة وفي ضوء ما وصل من فرق مراقبة من يعني متخصصين في هذا الجانب، حقيقة إشادة كبيرة في ميدان الاستعداد وفي كل المفاصل المتعلقة. أستاذ حسن، يعني كان من المقرر أن تكون هناك 3 جولات للمحاكاة، تطورت وأصبحت 5 جولات، واحدة بإشراف السيد رئيس الجمهورية واثنتان كانت بإشراف السيد رئيس الوزراء. هذا يعني يعكس على الأقل للشارع العراقي مدى الاهتمام الحكومي بإجراء انتخابات نزيهة، بتشخيص نقاط الخلل، بمنع أي ثغرة للتزوير. خلال هذه العمليات 5 التي تمت إلى الآن، هل تم تشخيص أي ثغرة يمكن استغلالها للتزوير؟ نعم،
حقيقة هي المحاكاة أساسا، المحاكاة الأساسية هي ثلاث محاكات، ثلاث مراحل للمحاكاة. صحيح. المحاكاة الأولى حتى نكون واحد أمين في بيان المحاكاة الأولى كان أكو بعض التوقفات أو المعرقلات اللي وصلت إلى مستوى معين. التكنولوجية. نعم التكنولوجية. استطاعت المفوضية من خلال الشركة الفاحصة ومن خلال خبرائنا الموجودين ومن خلال أيضا الشركة المصنعة أن تتلافى كل هذه المعرقلات وكل هذه التوقفات في المحاكاة الثانية. وخلال المحاكاة الثالثة كانت أكثر نجاح حقيقي. صحيح. أما بالنسبة لما تم في ظل وجود السيد رئيس الوزراء وكذلك السيد رئيس الجمهورية فهي عملية محاكاة جرت فيها تفاصيل أكثر دقة حقيقي للإطمئنان، وهذا يأتي أيضا في سياق الدعم الحكومي بالنسبة لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. واضح. إذن مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات سيد حسن سلمان كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حسن.